أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، تكرر في الآونة الأخيرة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام والصحف أو غيرها. السؤال: ما الموقف الشرعي من هذه الإساءة؟ وتابع له يقول: وما حكم التعبير عن الغضب من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات؟ يا أخوان، هذا ما هو جديد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ساحر، كذاب، كاهن، شاعر، إلى غير ذلك. والرسول يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر ولا يستعجل، والله يأمره بالصبر، أصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يسمع، ولكنه يصبر عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان يصبر ويمنع أصحابه من أن أحدا ينتقم، يمنع أصحابه من أن أحدا ينتقم يوم أن كان بمكة، يمنع أصحابه، لأنهم لو انتقموا من المشركين لقضي على الإسلام في مكة، وقضي على الدعوة في مهدها، إلى أن هاجر ووجد الأنصار، حينئذ أمره الله بجهاد المشركين، الجهاد الشرعي. أما المظاهرات، وأما التخريب، وأما قتل الأبرياء ومن هم في أمان المسلمين وفي ذمة المسلمين، هذه خيانة ولا تجوز، ولا يجوز قتل البريء ولو كان كافرا، ما يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجوز الاعتداء على البريء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. رسل المشركين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاوض، يدخلون عليه حتى في مسجده عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معهم، مع أنهم مشركون وكفار، لكن لا بد من أن يعرف أن الإسلام ليس دين غضب ودين انتقام ودين، إنما هو دين هداية ورحمة ورفق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله نصر رسوله وعز دينه، والذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم من قادة الإسلام والمجاهدين في سبيل الله، وأسلموا وحسن إسلامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم وحلم عليهم ورفق بهم حتى أحبوه، كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار حينما يعملون هذه الأعمال يريدون الإثارة، يريدون الإثارة، ويقولون انظروا إلى تصرفات المسلمين، يقتلون السفراء، يخربون البيوت، يهدمون المباني، هذا من دين الإسلام. هذا يريده الكفار نكاية بالمسلمين من تصرفات جهالهم، من تصرفات الجهال أو المدسين معهم. لا يجوز التسرع في هذه الأمور. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هكذا هدي الإسلام مع هذه الأمور: الرفق والتأني والصبر وعدم التسرع. فالمشركون يريدون أن يستثمروا هذه الأمور بما حصل من بعض المسلمين من العنجهية والتخريب والقتل، حتى صار المسلمون يتقاتلون بينهم، المتظاهرون يتقاتلون مع رجال الأمن من المسلمين. هذا ما يريده الكفار. نعم.